السلام عليكم. كتب أحدهم منشورا في إحدى المجموعات يتكلم فيها أنه أن دينه هو الدين الإنسانية، وأنه اختار دين الإنسانية، والإنسانية هي الحق والعدل وإلى ما هنالك والسلام. فيعني هو طبعا من اسمه يبدو أنه مسلم، فكتبت له هذه الآية أذكره بها، قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكان هذا رده، يعني سبحان الله، هذه الآية تحرض على الإرهاب والحقد على كل من ليس على دينك. طبعا يعني هذا الشخص يبدو أنه ضحية سوء فهم، يعني هناك سوء فهم واضح جدا جدا. يعني أي إنسان يقرأ هذه الآية لن يصل إلى هذا الاستنتاج، أن هذه الآية تعني أننا نكره الآخرين، أن المسلم يعلم أن دينه الحق وبالتالي فعليه أن يحقد على الآخرين وأن يكرههم. لا، لأننا يعني سبحان الله نفهم الإسلام من مصادره، من القرآن والسنة. وفي القرآن والسنة يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني من في الأرض جميعا، يعني كافة الناس كافة. سبحان الله، حتى البهائم يعني يأمرنا الإسلام بحسن معاملتها وحسن تربيتها ورعايتها، فكيف بالناس؟ فهؤلاء الأشخاص سبحان الله ربما أنهم لم يتلقوا ثقافة الإسلامية كما يجب، يعني ألف باء الإسلام لا يكادوا يفقهونه، أو أنهم تأثروا ب يعني الإسلاموفوبيا وحملات التحريض على الإسلام وحملات تشويه الإسلام. سبحان الله، يعني هناك عدة عوامل، ولكن الواضح هؤلاء بحاجة إلى تثقيف. وعندما كتبت له هذا الرد، يعني الرد أسفل: سبحان الله، أنت مخطئ، فالمسلم ينظر للآخرين نظرة رحمة وشفقة، والإسلام يأمرنا بحسن معاملتهم، معاملة الآخرين طبعا، ودعوتهم للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وينهانا عن أذيتهم إلا من حاربنا منهم. ويبدو أنك ضحية سوء فهم الإسلام سبحان الله، ويجب عليك أن تتعلم عن الإسلام كي يعني سبحان الله يعالج جهلك. لم يقم بالرد هذا، يعني هذا ما كتبته، وهذا الرد كتبته من الأمس ولم يرد سبحان الله. فهؤلاء يعني مساكين، هل هو متعمد يعني سبحان الله يعلم، أو هو يعني ينتحل اسم إسلامي يعني ليشتت الناس ولينفر الناس من الإسلام، والله أعلم. ولكن أرجح أنه من المسلمين الذين يجهلون دينهم. فسبحان الله ديننا واضح وحق وبين، ويعني لا يوجد أي مجال لتمادي البعض في تشويه الإسلام وفي سوء فهمه. فتعاليم الإسلام واضحة لمن أراد أن يدرسها سبحان الله. لن أطيل عليكم، يعني هذا ما لدي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.